حول استعدادات ثوار تشرين لإحياء الذكرى الثالثة للثورة، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات السيد محمد الخياط. سيد محمد، بداية مرحبا بك. وقت قليل يفصلنا عن الذكرى الثالثة لثورة تشرين، ماذا أعددتم كثوار لهذا اليوم؟ شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة تشرين ثورة قائمة. تشرين خرجت لإسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة، ولا علاقة لنا بهذه الصراعات التي تجري الآن بين الإطار والتيار. موقفنا واضح، نحن ضد الطرفين. خرجنا بسبب هذا القمع الوحشي وهذا الفساد وهذا القتيل وهؤلاء العملاء والخونة وهذا القصف اليومي على المدينة الآمنة وعلى أهلنا في الشمال وفي كل مكان. لذلك نحن موقفنا واضح، وثورة تشرين لا تتحدث في يوم معين ولا في وقت معين، لكن في تبقى رمزية 1 تشرين. في 1 تشرين كل المحاضرات العراقية سوف تشترك. هناك من يشارك في ساحة الحبوب، وهناك من يشارك في ساحة التحرير، وهناك من يشارك في ساحة النسور. كل هؤلاء هم عراقيون خرجوا من أجل استرداد وطن من هذه الطغمة السياسية الفاسدة. نحن هنا في محافظة ديقار، تظاهراتنا في ساحة الحبوبي، وهناك شباب يعني حقيقة طيلة هذه الأيام في ورشة عمل مستمرة. هذا الذي يقوم بخط اللافتات، وهذا الذي يقوم بتوزيع البيانات. عملنا مستمر والتهيئة على قدم وساقنا. قبل قليل كنت في أيضا في ساحة الحبوبي، وهناك الشباب يعملون ليل نهار من أجل إحياء هذه المناسبة والتواصل بتظاهراتنا، وهي ستكون انطلاقة جديدة أو إعادة تشكيل ثانية من أجل إسقاط هذه المنظومة السياسية. البعض يحاول، بعض التيارات تحاول أن تسحب أبناء تشكيل يعني لها من أجل أن تعطي الشرعية لهذه الكيان في ذلك التيار. شوارع مغلقة وجسور مغلقة في بغداد، إلى أي مدى ترى أن القوات الأمنية ومن وراءها السياسيين وأيضا هناك ميليشيات مسلحة، إلى أي مدى ترى أن هناك خشية من نفرة جديدة من الثوار تكون أقوى من سابقاتها في ظل غضب كبير في الشارع العراقي، في ظل تدهور كبير في جميع مناحي الحياة في العراق، وفي ظل رفض الفشل الحكومي الذي يعيشونه وكذلك الفساد المالي والإداري؟ استاذنا العزيز، الحقيقه يعني هذه الاجراءات تدل بان الطبقه السياسيه بالكامل بانها خائفه ومرتجفه من ابناء الشعب العراقي، والسبب بانهم يعرفون جيدا بانهم قد فشلوا وانهم قد قتلوا وانهم قد سرقوا وانهم يعني كل هذه الاجراءات. انا اتساءل كيف لبرلمان الشعب ان يضع هذه الصربات الكونكريتيه وهذا الخوف والرعب، وهو كما يدعون بانهم منتخبين من ابناء الشعب. نحن حقيقة تعودنا على هذه الإجراءات منذ عام 2011 ولحد الآن، ولا تهمنا قطع الجسور وصبات الكونكريتية وهذا الخوف. نحن نقول بأن الميليشيات قتلتنا في ساحة الحبوبي كما قتلت في التحرير وكما قتلت في ساحة الصدئة في النجف، وهم أنفسهم اليوم الذين يدعون الدفاع عن تشرين وأبناء تشرين. نحن نقول بصراحة وبقوة بأننا متواصلون ومستمرون في تظاهراتنا، ولا يهمنا هذا الإجراء القمعي، لكننا نذرنا أنفسنا من أجل بلدنا ومن أجل إنقاذ شعبنا من هذه الطغمة السياسية الفاسدة. هدفنا واحد، وهو هذه نحن كمتظاهرين هنا في الناصرية وأيضا إخواننا في المحافظات الأخرى، هدفنا الأساسي هو إسقاط هذه المنظومة السياسية الفاسدة بالكامل. لا نجزي بأن هناك تيار وإطار كل هؤلاء هم شركاء في هذه العملية السياسية، وهم الذين رفعوا السلاح لوجه أبناء بلدنا، ولا زالوا يرفعون السلاح وما جرى قبل يومين على المنطقة الخضراء، وهذا ما حذرنا منه من هذه الأسلحة من فلتة هذه الميليشيات. في ظل هذا التصعيد الذي يشهده الشارع العراقي من قبل أنصار الصدر وكذلك الإطاريين، ألا ترى أن هناك محاولات لمنع الثوار من النزول وإحياء ذكرى ثورتهم؟ الحقيقة أخي العزيز، لا يستطيع أحد أن يمنع الشعب العراقي. التيار إذا أراد أن يتظاهر يتظاهر من أجل مصالحه، والإطار إذا أراد أن يتظاهر يتظاهر من أجل مصالحه الحزبية والشخصية والحصول على المزيد من الامتيازات. أما بالنسبة لنا نحن كمواطنين عراقيين، لا تهمنا هذه الصراعات وهذه العناوين. تشرين
سوف تخرج بهويتها التي خرجت، بهويتها التي طالبت، بشعاراتها. اليوم شعارات شعارات ساحة الحبوب اللي تنزل يوم 1/10، اليوم قبل قليل هي شعارات، يعني وستشاهدون ذلك يوم 1/10، شعارات هي اسقاط هذه المنظومة السياسية وهذا النظام الفاسد الذي بني على باطل وبني على باطل فهو باطل. إذا نحن لا يهمنا من يخرج ولا يهمنا من يرفع هذه الشعارات. حل البرلمان حقيقة لا يهمنا، نحن قاطعنا أصل الانتخابات. ماذا تعني لنا اذا تم اعاده الانتخابات تحت ظل هذا السلاح ينقل البيت كل منها بوجه؟ لذلك نحن مطلبنا واضح، هنا في ساحه الحبوب والايمن الاخوه الموجودين في ساحه التظاهر في التحرير وفي ساحه الصدين وفي ساحه البحريه في البصره، كل ساحه عراقيه سوف تخرج يوم 1/10، ونحن في تواصل مستمر مع اغلب المحافظات. طيب العراقيه محمد، نعم. سفارتا امريكا وبريطانيا في بيانين منفصلين تحدثتا عن رفضهما لاستمرار العنف ضد المتظاهرين. هل تعتقد أن هناك ربما معلومات بنية القوات الأمنية ونية الميليشيات باستخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين؟ أكيد العنف هو يعني هو أصل متواجد يوميا، وهذه قضية معروفة. وما إذا كانت أمريكا وبريطانيا تدعي بأنها يعني تحمي، تريد أن تحمي الشعب العراقي، هي جزء، هي من جاءت بهؤلاء، وهي من قدمت العراق لهم على طبق المنبر. نحن لا نعول على امريكا ولا تهمنا ماذا تقول بريطانيا او امريكا. هذا قوة الاحتلال تهمها مصالحها، يهمها النفط ويهمها خيرات العراق ويهمها، لا يهمها الدم العراقي. هذه شعارات، شعارات الديمقراطيه الزائفه والمزيفه، ما علاقه لنا يعني بما يجي الشعارات التي ترفع من بريطانيا وامريكا وغيرها. لكننا نقول بما نتوقع من هؤلاء من هذه الكتل السياسيه السيء والأسوأ، والأسوأ قادم باكيد من ظل هذه الصراعات وهذه التناحرات التي وصلت الى القتل اليومي والى القذائف والى الهاونات والى 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 السلاح المختلف، وهذا الذي حذرنا منه منذ عام 2011 في تظاهرات 25 شباط، ولا زلنا نحذر منه. ومن ذلك الوقت نحن نتظاهر في كل ساحات التظاهر، بدءا من ساحه التحرير في بغداد، نزوع الى ساحه البحريه بالبصره، مرورا بالحبوب وساحه الساحه بالديواني. اذا تظاهراتنا مستمره والقدح هو مستمر في كل الاحوال، بعيدا عن من يريد ان يرفع هذه الشعارات سواء كانت امريكا وبريطانيا. اساسا هم جزء من المشكله. وقبل ايام طالبت بوكاله الامم المتحده في لقاء بالبصره، طالبت بان لا يكون في جانب الحكومه، بل ان يقف مع جانب الشعب. وقال في لقاءات في لقاء يعني موجود على صفحتي الشخصيه، وانا يمكن ازودكم في هذا اللقاء. انا حقيقه يعني شعارنا واضح ومطالبنا واضحة هنا في ساحة الحبوب، سنخرج. نعم. وستشاهدون تشاهدون هذه المائية التي تملأ الساحات. نعم. بصراخها وبأصواتها العالية التي ترفض هذه الطبقة السياسية بالكامل. من مدينة. نعم. الناصرية العراقية، الناشط في التظاهرات السيد محمد الخياط، شكرا لك.